نعم، إذن نحو means towards. ذهبت أو ذهب سعيد نحو المسجد. He went towards the masjid. النحو is also grammar, like you know. في هذا السياق, in this context, النحو means towards. نحو وعي لغوي, towards a linguistically awareness. وعي means awareness. لغوي from لغة, linguistically لغوي. نحو اسم مضاف, وعي مضاف إليه, ولغوي is نعت of وعي. So وعي is then منعوت because it has been نعم described, it has been described or ascribed. وعي also means, my brothers in Islam, وعي from وعى, وعيت, وعى بالألف المقصورة, وعى يعي is to understand, وعى يعني فهم, he understood, وعيت المسألة, I understood the issue, يعي he understands, يعي يعني مثل يفهم, فهم يفهم, والمصدر وعيا وهو مثل فهما. طيب نعم, وهناك اسم الفاعل that is واع, واع أنا واع للدرس, واع هو مثل فاهم وهو كذلك اسم فاعل, فاهم وواع. أما الفعل فعل الأمر فهو عه, عين وها ساكنة, ها ساكنة, عه للمرأة للمؤنثة, عه يعني understand مثل افهم بهمزة الوصل. إذن towards a linguistically awareness, awareness يعني وعي, can be awareness or understanding, in this context it's awareness. لمازن المبارك يعني written by مازن المبارك. انتهينا ولله الحمد من النص الطويل, والواجب المنزلي إلى آخر الوحدة. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.